الجميع ويطلدهم في التنفيذ. سادي سجل هدف ثاني في صالح ريال. أبها يقلص الفارق من نقطة الجزاء. سعد بقير يسجل الهدف الثاني. مرة الآن إلى الجانب الأيسر والعرضية تحضر. الهدف الأول لأبها، أول للزعيم الجنوب. يتقدم قيسي والكرة تعود مرة أخرى. هذا الأول، هذا الأول، هذا الأول، هذا الأول، هذا الأول، هذا الأول. زعيم الجنوب في أحلى تمريرة، في أبهى تمريرة، في أحلى هدف وأجمل هدف. سجل أم أنه سيضيع؟ هذه سعد بكير في المرمى جول، في المرمى جول. وأبها يبدأ الديربي. زعيم الجنوب يا سعد، يحاول سعد عرضية قوية. الله 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 عليك يا سعد، الله عليك يا بكير. مشكلة المحاولة مرة الآن إلى سعد بكير. رائعة جدا، رائعة بالجول. نجار كرة عرضية رائعة جدا. يا عيني يا بكير، يا عيني على التوغل، يا عيني على وضع الكرة في المرمى من سعد بكير بعد كرة عرضية. ولا أجمل على حالة مباراة هذه التسديدة. وين الله 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 على جول رائع. يكفي هذا الجول، كفاية مع البداية، بداية أبهوية. للتخفيف صالح، صالح جهز كرة، سعد بقير، سعد بقير، سعد بقير. دائما هداف الأبهاوي، دائما الهداف الأبهاوي.